السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات. هنبدأ مع بعض النهاردة بإذن الله منهج التاريخ للصف الثاني الإعدادي. معاكم أستاذة مروة حمدي. هندرس مع بعض الترم ده بإذن الله التاريخ الإسلامي. إحنا وقفنا قبل كده في الصف الأول الإعدادي على الفتح الإسلامي لمصر. هنبدأ مع بعض نتكلم عن حقبة مهمة جدا في التاريخ وهي الحقبة الإسلامية، وهنبدأ نتكلم مع بعض ونعرض الدروس بتاعتنا مع بعض. أول درس بنتكلم فيه مع بعض هو درس أحوال شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. لما بنيجي نتكلم عن الدرس دوت بناخده كدرس تمهيدي، هو مش الدرس الأول في الوحدة، هو درس تمهيدي للوحدة بتاعتنا. هنتكلم فيه عن المنطقة اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هيظهر فيها. لما بنيجي نتكلم عن، قبل ما نفصل كل حاجة كده بالتفصيل، احنا عندنا شبه الجزيرة العربية ده المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى هيختاره لظهور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين نسأل سؤال مهم في الأول، هو ليه العالم كان في حاجة لمجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ده أول سؤال بما تفسر ممكن يجي لنا، بما تفسر كان العالم في حاجة لمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا أرسله للعالم كافة عشان حاجتين. أولا عشان يرشد الناس لعبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له. كان في ديانات كتير منتشرة، وديانات سماوية وديانات غير سماوية أو وضعية، ربنا سبحانه وتعالى أرسله عشان يرشد لنا الناس لعبادة إله واحد فقط لا شريك له. يبقى أول سبب عندنا هو ليرشد الناس لعبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له. تاني حاجة، العالم كان منتشر فيه في الفترة دي فترة من الصراعات والاضطرابات والاضطهاد على مختلف المستويات، فربنا أرسله عشان ينشر مبادئ كل العالم محتاج لها، مبادئ العدل والرحمة والتسامح في الوقت اللي كان منتشر فيه الفساد في كل مجالات الحياة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان يرشد الناس لعبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له، وعشان ينشر مبادئ العدل والرحمة والمساواة بين الناس في الوقت اللي كان انتشر فيه الظلم والفساد بين البشر. يبقى احنا عرفنا اول سؤال ممكن يجي لنا هيقول لنا فيه ايه، وعرفنا هنجاوبه ازاي. لما بنيجي نتكلم بقى عن العالم في الوقت ده قبل ما جاء سيدنا محمد، بنلاقي ان كانت بتسيطر عليه قوة عظمى. اول دولة من الدول اللي بتمثل القوة العظمى دي هي دولة الروم. دولة الروم كانت محتلة بعض البلاد العربية. لو جينا نشوف كده مع بعض هنلاقيها كانت محتلة الشام ومحتلة مصر، ودايما مصر والشام بما انهم بوابة، يعني الشام بوابة لمصر او الاثنين قريبين من بعض، فبنقول ان دايما احتلالهم بيبقى واحد، طالما خلاص في حد موجود في الشام قدر يحتلها هيكون سهل ليه ان هو يسيطر على مصر. يبقى اول دولة عندنا هي دولة الروم. دولة الروم سيطرت على مصر والشام، دي البلاد العربية اللي سيطرت عليها. وفي نفس الوقت بالنسبة للديانة بتاعتها بنلاقي عندنا ان دولة الروم كانت معترفة بالديانة المسيحية دين رسمي ليها. يبقى دولة الروم احتلت بلاد عربية زي مصر والشام وكانت بتعترف بالديانة المسيحية دين رسمي ليها، ودي اول دولة من القوى العظمى اللي موجودة ومسيطرة على العالم قبل مجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تاني دولة معانا هي دولة الفرس. دولة الفرس كانت برضو محتلة بعض البلاد العربية عندنا زي بلاد العراق وبلاد اليمن. يبقى أنا دلوقتي عندي الروم احتلت مصر والشام، الفرس هتحتل عندي مصر، هتحتل عندي العراق، وهتحتل عندي اليمن. دي الدول العربية اللي احتلتها الفرس. طب بالنسبة للديانات في دولة الفرس، دولة الفرس كانت الديانات فيها ديانات وضعية وثنية، يعني ممكن حابة يعبدوا النار، بعضهم يعبد الكواكب، لكن بصفة عامة ما كانش عندهم ديانة سماوية بيعبدوها أو بيعتنقوها. يبقى الديانات في دولة الفرس كانت ديانات وثنية، أما دولة الروم كانت معترفة بالديانة المسيحية دين رسمي لها. بالإضافة للدولتين الكبار دول كان عندي دولة الهند. دولة الهند كانت الديانة اللي فيها تقديس لبعض الحيوانات، وحتى الآن هم بيقدسوا البقر، وبالإضافة لكده كمان الزواحف. يبقى بالنسبة لدولة الهند كانت بتقدس الحيوانات زي البقر والزواحف. دي أهم الدول اللي كانت موجودة في العالم قبل ما جيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في الوقت اللي كان الروم والفرس والهند موجودين برضو كانت شبه الجزيرة العربية كما كان موجود. عايزين بقى نتعرف بالتفصيل عن كل ما يخص شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. قبل ما اتكلم في نقطة نقطة بقول ان شبه الجزيرة العربية من قبل الإسلام هي مكان منظم، عارف الحياة المنظمة، مكان ظاهر فيه دول ومدن وممالك، يعني عارف نظام حكم إلى حد ما منظم عن غيره. ومن أهم الدول والمدن والممالك اللي ظهرت فيه
فيه. كان عندي دولتين في الشمال، دولتي الغساسنة والروم، وكان عندي في الغرب في دولتين، أو في الغرب في مدينتين، مدينة مكة ومدينة يثرب. يثرب اللي بعد كده هيبقى اسمها المدينة المنورة. وفي الجنوب في ثلاث ممالك، ثلاث ممالك اللي هم ممالك معين وسبأ وحمير. يبقى أنا عرفت دلوقتي شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. لو نيجي نتكلم عنها بنقول إن ظهرت فيها دول ومدن وممالك. أهم الدول اللي كانت ظاهرة فيها الحيرة والغساسنة في الشمال، أهم المدن مكة ويثرب اللي فيما بعد هتبقى المدينة المنورة في الغرب، وأهم الممالك معين وسبأ وحمير في الجنوب. طيب بالنسبة للحضارات، قامت على أرض الوطن العربي العديد من الحضارات القديمة زي حضارة قوم عاد وحضارة قوم ثمود. الحضارات ديت كلها كانت مرتبطة بأنبياء أرسلوا لهذه الأقوام، فده مكان منظم منذ البداية. هنبدأ نتكلم بقى عنه بشكل أكتر من التفصيل. شبه الجزيرة العربية، أحوالها الدينية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية. فبنتكلم عن نقطة نقطة بالتفصيل، وبنأكد كل المعلومات ديت قبل مجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى نبدأ نتكلم مع بعض عن أحوال شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، وهنبدأ بالحياة الدينية. ولما بنيجي نتكلم عن الحياة الدينية، زي ما قلت لكم من شوية، شبه الجزيرة العربية كانت مهد لكثير من الأنبياء. كثير من الأنبياء مسلمين، مثل سيدنا صالح، سيدنا شعيب، سيدنا هود، وسيدنا إسماعيل وولده سيدنا إبراهيم عليهم السلام. يبقى شبه الجزيرة العربية كانت مهد لكثير من الأنبياء، مثل سيدنا صالح وشعيب وهود وإسماعيل وإبراهيم عليهم جميعا السلام. يعني من البداية هي شبه الجزيرة العربية عارفة التوحيد والإيمان بالله الواحد الأحد. من البداية هي عارفة التوحيد، عبادة إله واحد لا شريك له، زي ما كل الأنبياء والرسل جم قبل سيدنا محمد. مع مرور الزمن ابتدت تنتشر في شبه الجزيرة العربية عبادة الأصنام، الأصنام أو الأوثان. لكن التوحيد كان هو البداية، عشان هنا بيجي لي سؤال مهم جدا. عرفت شبه الجزيرة العربية عبادة الله الواحد الأحد أو التوحيد قبل سيدنا إبراهيم أو قبل عبادة الأصنام؟ طبعا الإجابة صحيحة، احنا عارفين التوحيد من قبل عبادة الأصنام. يبقى أنا دلوقتي عندي في البداية كانت مهد الكثير من الأنبياء وذكرناهم، وعرفنا أن احنا كنا في البداية عارفين التوحيد كويس جدا وعبادة إله واحد لا شريك له. مع مرور الزمن دخلت عبادة الأصنام، واستمرت الديانات السماوية اللي اتكلمنا عنها في أماكن قليلة وأجزاء قليلة من شبه الجزيرة العربية، زي المسيحية واليهودية والحنيفية. المسيحية طبعا كلنا عارفينها، هي ديانة أو الديانة اللي دعا إليها سيدنا عيسى عليه السلام. يبقى المسيحية دين عيسى عليه السلام. اليهودية عندنا دين موسى عليه السلام، ديانة موسى عليه السلام. عندنا الحنيفية اللي اسمها بالنسبة لكم ممكن يكون جديد شوية، هي عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له على دين سيدنا إبراهيم. يبقى أنا عندي الحنيفية هي عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له على دين سيدنا إبراهيم. يبقى أنا خلاص عرفت أن أنا دلوقتي عندي في أجزاء قليلة من شبه الجزيرة العربية في الوقت اللي انتشرت فيها عبادة الأصنام فضلت على الديانات السماوية، زي الحنيفية اللي هي عبادة الله الواحد الأحد على دين سيدنا إبراهيم، وزي عندنا المسيحية وهي اليهودية اللي هي عبادة أو ديانة سيدنا موسى عليه السلام، وزي عندنا المسيحية وهي ديانة سيدنا عيسى عليه السلام. يبقى أنا دلوقتي عرفت الديانات اللي كانت منتشرة في شبه الجزيرة العربية، والحياة الدينية في شبه الجزيرة العربية كانت عاملة إزاي. هنتكلم عن جزء جديد في شبه الجزيرة العربية وهو الحياة السياسية. بنلاقي ان الحياة السياسية شبه الجزيرة العربية كان النظام السياسي السائد فيها هو النظام القبلي، وكلمة قبلي واخدينها من قبيلة، لان شبه الجزيرة العربية كانت عبارة عن مجموعة قبائل متفرقة. كل قبيلة كان ليها شيخ اكبر حد فيها بيحكمها، هو اللي بيحدد الحقوق والواجبات اللي بتمشي الامور في القبيلة. وطبعا عندنا اشهر القبائل العربية قبل الإسلام هي قبيلة قريش في مكة، ودي اللي هيظهر فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا دلوقتي عندنا نظام السياسي ساد النظام القبلي شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام بما تفسر، لأنها كانت عبارة عن قبائل متفرقة ولكل قبيلة شيخ يحكمها ليحدد حقوق والواجبات الخاصة بالأفراد اللي بيعيشوا في هذه القبيلة. وأشهر القبائل عندنا قبيلة قريش. يبقى انا دلوقتي عندي عرفت الحياة السياسية وكل حاجة خاصة بالحياة السياسية. لما نيجي نتكلم بقى عن الحياة
عندنا الاقتصادية، وانا معوداكم دايما اقتصاد يعني فلوس، يعني زراعة صناعة تجارة وراعي. فانا هبدأ بالراعي اللي انا اكدت عليه في الاخر ده، لان انا شبه الجزيرة العربية عندي بادية صحراء، البادية هي الصحراء، فالحرفة السائدة دائما في البادية هي حرفة الراعي. يبقى الراعي اول نشاط اقتصادي هيمارسوه سكان شبه الجزيرة العربية، لان الراعي هو الحرفة السائدة في البادية. وعندنا طبعا بما انها صحراء فدوت النشاط الرئيسي لمعظم سكانها. عندنا لو جينا اتكلمنا عن نشاط تاني عكس بقى خالص الرعي، وهي حرفة الزراعة. لما نيجي نتكلم عن الزراعة انا بتكلم عن صحراء، يعني بتكلم عن امطار قليلة، يبقى حرفة الزراعة هتكون نادرة او قليلة لندرة الامطار. يبقى الرعي كانت الحرفة السائدة لان دي بادية، او لانها السائدة في البادية الصحراء، الزراعة قليلة لندرة الامطار. عندنا من ضمن الحرف اللي موجودة تانية برضو الصناعة، والصناعة عندنا لما بنيجي نتكلم عنها دي قبائل، وقبائل داخلة في حروب طول الوقت، فهيهتموا بتصنيع الأسلحة. يبقى لما نيجي نتكلم عن الصناعة، أهم الصناعات عندهم هتبقى صناعة السيوف والرماح. يبقى الصناعة من أهم الصناعات اللي قام بيها سكان في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، هي صناعة السيوف والرماح. آخر نشاط وخليناه لأن ده برضو احتل مكانة كبيرة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، هو التجارة. والتجارة أكثر سكان شبه الجزيرة العربية عملا بها هم سكان مكة، وتحديدا قبيلة قريش، وذكر في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: لإيلا في قريش إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إحنا عندنا رحلتين على مدار السنة كانت بتنظمهم لمكة، أو تحديدا قبيلة قريش في مكة، رحلة الصيف ورحلة الشتاء. رحلة الشتاء كانت بتتجه لليمن، أما رحلة الصيف كنا بنتجه إلى بلاد الشام. يبقى الصيف كنا بنتجه شمال شبه الجزيرة العربية في بلاد الشام، أما الشتاء بنتجه إلى الجنوب في بلاد اليمن. ودي أهم الرحلات التجارية، أو أهم ما يمثل التجارة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. هنتكلم عن جزء تاني مهم جدا، وهو الحياة الثقافية عند العرب قبل الإسلام، أو في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، ودي كانت بتتمثل في الشعر والخطابة. العرب معروف عنهم فصاحة اللسان، والمنافسات دايما بينهم في الشعر وفي الخطابة، في إلقاء الشعر وكتابة الخطب، لدرجة أن الأسواق اللي كانت مفروض لبيع المنتجات والسلع ما كانتش بس مخصصة أو ميدان لتنافس التجاري، هي كانت ميدان لتنافس الشعراء والخطباء. وهنا بيجي لي سؤال مهم جداً، بما تفسر لم تكن أسواق العرب قبل الإسلام ميدانا للتنافس التجاري فقط؟ هقول لأنها كانت ميدان لتنافس الشعراء والخطباء فيما بينه. أشهر الشعراء عندي الشاعر أو النابغة الزبياني. أشهر الأسواق اللي كان بيتم فيها التنافس هي سوق عكاظ وسوق ذي المجاز. يبقى أشهر الشعراء الشاعر النابغة الزبياني، أشهر الأسواق سوق عكاظ وسوق ذي المجاز. طب تمام، ده كده فيما يخص الحياة الثقافية. آخر جزء هنتكلم عنه مع بعض النهاردة هو الحياة الاجتماعية. وعندنا المجتمع العربي أو المجتمع في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام كان بينقسم لجزئين: سكان المدن، وهم دول كنا بنسميهم الحضر اللي بيعملوا في التجارة وفي الصناعة وفي الزراعة، وسكان البادية أو الصحراء، ودول بنسميهم البدو، ودول اللي بيعملوا طبعا في الرعي. دي الطوائف اللي كانت بتمثل المجتمع العربي قبل الإسلام. زيه زي أي مجتمع هتنتشر فيه عادات سيئة وهتنتشر فيه عادات حميدة. أهم العادات اللي هنتكلم عنها الأول هنبدأ بيها هي العادات السيئة. أشهر العادات السيئة اللي كانت عند العرب هي وأد البنات، بمعنى دفنهم أحياء، ما كانوش بيحبوا إن هم ينجبوا بنات، فكانوا بيدفنوهم هم أحياء. شرب الخمر، لعب الميسر، والأخذ بالصقر، دي أشهر العادات السيئة اللي كانت عند العرب قبل الإسلام. أشهر العادات الحميدة وكانت كتير: الشجاعة، حماية الجار، العفو عند المقدرة، الكرم، كل دي كانت صفات حميدة بيتصف بها العرب. بالنسبة للمرأة في المجتمع العربي كانت لها مكانة متميزة. أشهر النساء في المجتمع العربي عندنا كانت السيدة خديجة رضي الله عنها، لنتكلم عنها في الدرس الجاي، وهتبقى أولى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت بتعمل بالتجارة وكانت دايما لها مكانة متميزة عند العرب. يبقى أنا دلوقتي اتكلمت معاكم عن أول درس وبنمهد بيه للدروس اللي بعد كده، والدرس دوت عندنا بيعتبر مدخل لكل المنهج اللي بعده. المرة الجاية بإذن الله هنتكلم عن ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، عشان تبدأ برسالة الإسلام للعالم أجمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.